إذن بالنسبة ليوم الولادة لو جور دو لاكوشمون على حساب كاينه المرأة اللي تتكون كما تنقولوا بريمي بار سافا دير اول ولادة غادي تكون عندها وكاينه اللي تتكون ديجا والدة. إذن المرأة اللي تتكون ديجا والدة دغيا غير تيبداوها لي كونتراكسيون تيتجهدوا واحد شوية صافي ملي تجي تلقاو عنق الرحم صافي تحل دونك تتبدا الولادة. باغ كونطخ المرأة ملي تتكون اول ولادة عندها تنلاحظوا بأنها تتبقى تتمشي وتتجي عندك المرأة الاولى تتقول لك فيا الوجع تنقلبوها تلقاو الوالده كما تنقولوا لها الوالده مسدوده صافي دير لو كول اي لي فيرمي تنقول لها سيري تترجع لو دوزيام جور لا ميم شوز تتمشي عاوتاني تترجع النهار الثالث لا ميم شوز. اذا انا غير باش نشرح لي فام باش ما يبقاوش يتعذبوا بعض المرات تتفيق راجلها تجيب معها عائلتها كاملين مع جوج ثلاثه الليل بوغ ريان. الوجع ديال الولاده سي دي كونتراكسيون تيكونوا واحد الاوجاع تيكونوا متابعين وحده من مورا وحده تيبقاو يتشدوا من الظهر تتحس المراه بان كرشها كلها تتحجر وتترخف تيبداو هادوك لي كونتراكسيون تيكونوا متقاربين. وما تخافش خصوصا ملي تكون الحماله الاولى ما تخافش تقول لك لا يبداني الوجع نولد في الدار العنق الرحيم تيكون باقي عمره ما تحل اذا تياخذ واحد الوقت طويل باش يتحل اذا ما تخافش. حنايا اون جينيرال تنشدوا المراه ملي تلقاو الوالده محلوله بجوج ديال الصبع تنقولوا دو دوا ديك الساعه تناخذوها سورتو الا كانت بعيده بعد ما تحت 3 سنتيمتر عاد تنشدوهم تتبقى في لا سال دي زيكسبيكتونت تنشوفوا دقات القلب الجنين هذه اول حاجه تنديروا واحد لو تراسي كبير باش تنشوفوا لو بيبي واش يتحمل هذوك لي كونتراكسيون حيت يقدر يكون بيبي بوندون الحماله كامله مزيان ولكن فوقت لي كونتراكسيون فوقت الولاده عاد تيبدا يدير لينا لا سوفرونس. اذا تنتاكدوا بان لو بيبي متحمل هذوك لي كونتراكسيون ملي تنطمئنوا على لو بيبي ديك الساعه تنشوفوا على حساب المراه واش لو كول ديالها تيتحل بسهوله ولا لا. بعد ما تنساعدوهم تنديروا لهم شي ادويه باش تيساعدوا على الولاده كانوا لي كونتراكسيون ضعاف تنزيدوا نعاونوا باش يكونوا بلو فورت. ملي تنطمئنوا بان لو بيبي متحمل لي كونتراكسيون تنبداو نقلبوا لا فام كل شويه لي توشي. ملي تتوصل بحال دابا غادي ندير اونتر بارونتيز بالنسبه لاكوشمون دون لو ملي تتوصل المراه ل 4 سنتيم 4 سنتيمتر هي تنكونوا حنا حضرنا لو باسان وجدنا هذيك لا تمبيراتور هذاك الماء خاصو يكون درجه الحراره ديالو كما قلنا 37 درجه ولا 37 ونص تنجيبوها. ملي تتوصل 4 سنتيمتر تدخل ديك الساعات هذاك الوجع اللي تيكون عندها في لا سال دي زيكسبيكتون تلاحظوا بانه نقص بزاف اون فوا تدخل تترتاح تيبقاو هادوك ديجا لو طون اللي كانت غادي تاخدو عنق الرحم باش يتحل اليكستيريور ماشي هو اللي الانتيغون اون فوا تدخل في الماء دغيا هاديك لا ديلاتاسيون تتكون اون فوا لا فام تتحل ليها عنق الرحم صافي تنبداو ديك الساعات تنقولو لها زحمي بالعربيه ولا ديك تو بوس باش لو بيبي تيهبط تيبقى كل ما دفعات كل ما تيبقى يهبط هذاك الشيء بلي سنتيمتر تيهبط بشويه بشويه اون فوا تيوصل للخرجه صافي تيخرج في الماء تيخرج بواحد السهوله بوحدو. ومني تتكون الولاده العاديه المراه ما تندخلوها لا سال داكوشمون حتى تتوصل 8 سنتيمتر ولا تتوصل ديلاتاسيون كومبليت الا كبانت لينا دغيا غادي تدوز 8 سنتيمتر تندخلوها كان بان لينا باقي معطله تتوصل تتحل عنق الرحم كامل اون فوا تدخل صافي لا ميم شوز تدير هذيك لا بوزيسيون جينيكولوجيك تتنعس على ظهرها تتحل رجليها وتبقى لو بيبي تيخرج. وانا تنأكد على واحد الحاجه انا تنشجع لي فام يولدوا ماشي لابد هذيك الطريقه اللي المراه تتنعس على ظهرها وتتولد ماشي دائما هي الصحيحه. دابا لاحظنا في اوروبا ولا واحد النوع ديال لاكوشمون تيسميوه لاكوشمون فيزيولوجيك صافي ديك المراه تتولد بالطريقه اللي بغات تولد اكاتر بات تولد اكاتر بات بغات تولد مقرده تتولد مقرده بغات تنعس على جنبها وتولد اذا الطريقه اللي ارتاحت فيها. كاينين بعض المرات تنعس على تقول لك انا ضرني ظهري عيت انا تنقول للمراه وقفي كيما بغيتي ديري شوفي لا بوزيسيون اللي غادي ترتاحي فيها بغيتي تجلسي بحال الا في التواليت بلديه جلسي وتعصري غادي يخرج بغيتي تجلسي اكاتر بات غادي يخرج لو بيبي خارج كيما درتي شوفي انت لا بوزيسيون اللي غادي ترتاحي فيها. و اون جينيرال المراه الا كانت ديجا مبريباري على لاكوشمون لو بيبي ما غليتش سا فو دير ما بقاتش المراه تاكل في لاكوشمون سا فو دير ان بوتي بيبي اون فام بريباري لاكوشمون تيدوز مزيان والمراه تتكون موجده راسها واعيه تتقول لها تنفسي تتنفس تتقول لها زحمي تتزحم ما كاين لا غوات لا والو. انا تنقول هذاك الغوات كاينين دي فام اللي ملي تدخل من الباب مازال العنق الرحيم مسدود تتبقى تغوت تتقول لك بحال الا انا تنقول لهم واش موصينكم تيقول لكم الا ما غوتوش راه ما تولدوش. الغوات اخيب حاجه في الولاده هي هذاك الغوات حيت الغوات تتسخف المراه تتبدا تنهج
مي تيجي وقت الدفعات تنقولوا لها زحمي تتقول لك سخفت. ديك الساعات هي فاش تصدق الطبيب داير الغراز وتيصدق داير الفونتوز والفورسيبس، حيت الا ما دفعاتش المراه كي غادي يخرج هذا لو بيبي. وني اوبليجي نجبدوه بان انسترومون، هذوك لي انسترومون تيديروا لينا تمزقات، دوكو تنكونوا اوبليجي نديروا لي بيزو. ولكن ملي تكون المراه متعاونه متساعده تتسمع للطبيب ديالها ولا لا ساج فام تتقول لها تنفسي تتنفس، تتقول لها زحمي تتزحم، حبسي تتحبس، لاكوشمون تيدوز وتتكون اون اكسبيريونس زوينه. والمراه تتخرج تتقول لك انا داز عندي لاكوشمون مزيان. دابا الاغلبيه تتقول لك انا ملي تتولد تقول لك انا ما نعاودش نولد، حيت ما تتكونش لا بريباراسيون. دونك انا عاود ناكد عليها لا بريباراسيون ثم لا بريباراسيون سي تري امبورطون.